إشي بشهي عالخفيف وأحلى عالم نستضيف، لندردش سوا وندوق أكل مرتب حتى نروق. أحلى شيف وأحلى ضيف ببرنامجنا عالخفيف. شو هذا؟ مين اليوم بده يفطر معنا؟ والله صاحبتي بتعرفيها هديل شحادة. هديل عن جد؟ هي اللي جاي اليوم ورح تشوفي قد ايه حتكون حلقة ممتعة. اكيد اكيد. هلا سمعت اسمي طيب عند ذكره بيبان. اهلا اهلا نورتينا حبيبتي. حبيبتي نورت نورت. شو هلا كيفك؟ شو اخبارك؟ نورة ومنورة. بتعرفي انه الزهر بقهر قهر؟ الزهر بقهر. يا ميت اهلا وسهلا شرفتيني حبيبات عن جد. ثانك يو. العفو. بتعرفوا قديش بحب بطني. كان بيقول انا بحبكم. بحب بطنها. شفتي بالله عليكي بحبكم. بحب الله يسعدك. ثانك يو انكم صدقتوني. بالعكس بالعكس الله يسعدك وشكرا لك انك قبلتي واجيتي معنا. اكيد ورمضان كريم على ربنا الله يعينك. واكيد رح نعمل لك اكلات زاكيه بس انت بدك تحزريها. ما رح نعملها قبل ما تحزريها انت. يلا اوكي يلا بس بالمكونات. وانت حاولي انت شطارتك ما دام في موضوع فيه تشيز فانا مبسوطه لانه هذا اي شيء فيه تشيز خلص. انا بحب كل انواع التشيز يعني دائما لازم اطلب هاي التشيز بلاتر واضلني اكل فيها لحالي يعني بطلبها عشان الناس بعدين بروح باخذها على جنب وبصير اكلها لحالي. شو هاي طبخه؟ لا مش طبخه. احنا خلينا ما عندنا لازم نجيب لحمه دجاج مع اللبن. اوكي لبن. يلا ايش كمان بدنا؟ لبن، فلفل اسمر، ملح، زبده دايبه، خبز توست. شو برسكت؟ يلا برسكت بالغير بدك برسكت بالتوم. يلا يلا احذري. طبخه هي ايطاليه؟ ايه لا نو نون اتريانو. طيب ابدا. ماشي لبن وهاي مايونيز تومه ما فيها لحمه ما فيها اشي فيها جاج 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 موتزاريلا توم زبده خبز هاي يعني ممكن نحكي فاهيتا بالبقدونس ايش هذا؟ لا رح نساوي اليوم شاورما. طب هلا مش الشاورما بيكون لها بهارات اكثر من هيك يعني؟ لا احنا شاورمتنا جاهزه بنحب نريح ست البيت ونريح حالنا. والله نشتريها جاهزه بس بنقلبها شوي عنا وبتخلصت. والله اشي احنا بنفخر على الاخر. اوكي جنن هديل. اسمع والله عن جد عن جد دمها زي العسل يعني كثير اعطت جو للحلقه وكان وجودها عن جد يعني بجنن مثل الفراش انا بقول عن جد اختراع غير شكل حيسهل على كل الستات عن جد بسرعه وبدقيقه وما بده ولا اي اضافه. والله بهاراته جاهزه. ما ضوى الغاز صراحه. الشيف غادة ما شاء الله عنها بتشتغل وبتطبخ عن جد من قلبها يعني بكل حب بتقدم الوصفات وبتكون مبسوطه وهي قاعده عم تشتغل. يلا وحدثينا يا هديل. انا صراحه من الاكلات اللي بفضل عندي في البيت بعملها وبسرعه الشاورما وبحبها بخبز الشراك بس حتكون مختلفه مره. هذه شيء ثاني لازم اول شيء اختراعات الشيف غادة لازم بدي اساوي خبز التوست اورجيك كيف بدنا نساويه. اوكي هلا بناخذ كمية من خبز التوست بسكينة ويفضل انه بسكينة منشار عشان ما نتغلب فيها ما يتفتفت ما يتفتفت. كيف؟ عشان المنشار تبع الخبز ما بيضغط. ايوه نوطيها نوطي الغاز نوطيها. بنقيم الحواف نسكرها غادة طنجرة. خليها تتسكر احسن. بالعاده الحواف هاي شو بتعملي فيها؟ انا بحط عليها زبده او زيت زيتون برش عليها ملح بودره ثوم او بودره دجاج وبعدين بحطها بخلطهم مع بعض بالفرن تحت الشوايه 5 دقائق. حطي اوريجانو بتحطي ريحان اعشاب ايطاليه شو ما بدك. حرام. لا ما بكبه ابدا. كان كثير مريح وانبسطت بالاكلات الزاكيه. هلا هيك بترقيه قد ما بتقدري. شايفه بصير على الاخر هذا. اوكي بزيد العجينه
شايفه كيف بصير، ومن الشقه الثانيه كمان. ولا بتحط طحين ولا ما يحزنون؟ اه ولا شيء، هي بس هيك وبدك يعني بقوه تعمليه. اجرب انا. يلا تعالي. انا برق ورق. حلوه، فكره جديده على فكره. نحرك الجاج، شو رايك؟ اه حركيها بالله. بدكم تشغلوني هلا. اها يس، بدك تاكلي ببلاش؟ بدك تشتغلي تاكلي. للاسف ما توقعت انه ضيفه مثلي خلوني انا الف واشتغل الشغل كله. اوه شوف ما اخذ وقت. الشمشه والريحه. حبيت هلا على الفطور نطفي عليه غادة. اه بحب الفطور كمان هيك لما يكون هيك اشياء سناكات لطيفه. اه طبعا سناكات، بتعرفي الواحد بزهق من الطبايخ والله يعني كثير. نطفي غادة؟ اه خلص استوى. اوكي هاي طفينا. هلا صار وقت سريعا. انا ما اخذ، ما باخذ وقت، خصوصا اني انا مطلعته قبل بوقت فدايم. مش انه لساته ثلج. فهلا بدنا نساوي الصوص اللي بدنا ندهن فيها السندويشات. بحط لبن وبحط المايونيز اللي هي المتومة. أوكي. بحط عليها شوية ثوم أو يعني القدر اللي بناسب كل واحد. وبحط عصير الليمون. وبنحركها. أجيب لك الأسلاك هذا. الإيه؟ السلك. لا هي الأسلاك الصغيرة. لا مش هي الثانية قصدي. لا تشتري. لا خلص هيها صارت جاهزة. شايفة هيها. ما بدها شيء. ورشة ملح. هاي زي سولت باي. رح ندهن التوست. بدك صحن ثاني احط لك الدجاج؟ جات. اوكي. جات عشان نحط الجاهز. بدك عشان نحط الجاهز؟ اوكي. وبنحط يلا هي شو الملح. الشاورما بهالطريقة هاي. وبنلفها بنشد عليها حتى ما تفتح معانا. تكون جاهزة. الشاورما صراحة كانت ملفتة كثير بالنسبة لإلي، غريبة كثير. خلاص بليز ندوني هديل بالغير شف. ايش التواضع عن جد؟ عمرك أطول من عمري يا غادة، ايش التواضع؟ هلا هديل الزبدة. اوكي. مع البقدونس. وجيب كمان شوية الثوم اللي ضلت عندنا عشان رح ندهن فيهم الرولات. اوكي. يامي شو هالشاورما، يعني انا بصراحه هي اول مره بدوق هيك شاورما بهاي الطريقه، يعني شو مبدعه الشيف. هاي هي هي خلصنا. وهلا وقت شو يا هدي؟ شو وقت شو الفرن طبعا. نو ناكل شي زاكي. الجبنه اول اللي بتقولي الجبنه اهم شيء. الجبنه اهم شيء. انا لسه عم بفكر بعقلي بقول يا ربي ايه بدها تنحط، يا رب ينسوها بعد الاكل لحالي. بس غدا ما نسيتهاش للاسف. انا وين انساها وكيف بدي اطعميكم اياها؟ لازم تكون وصفة. والله حلوه هاي الفكره على فكره، صاحبات المشاريع الصغيره في البيوت انه يعملوا هيك شيء يعني للحفلات لاعياد الميلاد بالضبط، لاي شيء اي مناسبه ممكن. غدا بتحطيها بس على بالفرن جوا كامل ولا بدك بس على الوجه؟ لا بحطها 10 دقائق قبل ما تسخن خبزه التوست بعدين بعدين فوق. اوكي. هلا صارت وصفتنا جاهزه بالفرن. بدنا نستناها بس تسخن وتذوب الجبنه. والله اي كانت الوصفه الثانيه صراحه تهت. ليه؟ يعني انا ايش اللي متوهق؟ يعني انا بطلع قاعده انه شو هاي سلطه خضار؟ خضار فيها يعني فيها خضروات يعني جزر الملفوف الاحمر. اوكي. ماسترد، مايونيز، بافلو صوص. ماي؟ يلا بقول لك خل. خل ابيض ايضا. بحب صراحه بالسلطات الخس والجزر، الفلفل الحلو، الفلفل الحلو. ايش هاد؟ ايش هاد؟ انا هذا اللي خملي. بطاطا مبشوره. هاي بطاطا مبشوره. بتعرف لو وهله قلت يا الله هذا معقول جريء هدرجه بالاكل بتحط اخطبوط مبروش؟ مبين شيء. انا كثير استغربت لما شفت مكونات، قلت يعني شو هاد؟ بالاول فكرت انه اخطبوط مبروش، شو عم بيصير؟ بنحطها اوكي
بالطحين. وهاي ايش بتعتبر سلطة؟ اه سلطة. بس ايش اصل هالسلطة هاي؟ ما في السلطات هلا صاروا كل واحد بتلاقي بيخترع فعالم السلطات صار عالم كتير كبير ومتنوع. حبيت. يعني أنا مثلاً فيش عندي مثلاً مكونات سلطة السيزر. أوكي. بروح بشوف شو المكونات اللي عندي تك 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 بعمل نفس صوص السيزر وبحطه على طريقتي اللي موجودة. فيعني الوصفات ما بتحكمنا. ما بالضبط. أنا بصراحة أنا مش من النوع اللي بلتزم بالوصفة. خلص زي ما بسموها على أنت شو شايف. متواجد. بالضبط طبعاً. وأنت خلص. أنا بشوفش البيسكس. سألتيني عن السلطة شو ممكن يكون اسمها؟ السلطة اسمها سلطة الخضار بأجنحة الدجاج بصوص البافلو. أوكي. يعني إشي بيشهي بالآخر. هلا يا ريم الله يرضى عليك بس تجيبي لي الطنجرة اللي فيها الزيت تحطي لي إياها على النار. شو صار بعدين هلا وكمان تشوف لنا ادوي لنا يا هديل وريم تشوفي لنا على النار. أيوة على الشمال. أيوة خلص. هون البشر البطاطا المبلوشة المبشورة حطينا عليها نشا أو طحين وبدنا نقليها أوكي. على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعرف بقولك الفرق بين الأم والأولاد لما يقلوا عشان تعطيها قرشة قرمشة. أوكي تقرمش. كتير حلو الفكرة. خلاص هلا أحطي هاي الصينية هون. أوكي. وبدنا نقلبهم نحطهم بس هون عشان بس هذا أنا بعملها أخذهم مع الغادة لأنه مبشورة بسرعة بتستوي وجاهزة جاهزة. حط كمان فاين. حطيتي كمان هون؟ بس كمان تيشوز هلا بس تشوفي لي بالضبط قبل ما اجيب الصحن نبدا نحضر السلطه. نشوف هون كمان بالضبط عشان نعمل الصوص هون حسب الصوص اللي بدنا نساويها. بدنا نضيف المسترد وبدنا نضيف المايونيز. انا لهلا مش عارفه افرق بين المسترد والديجون. بدي تحكي لي المسترد هو هيك يعني مطحون يعني بوريه. اوكي. اما الديجون بيكون لسه فيه الحبيبات تبعته ونص مهروس ونص حبيبات. اوكي هلا بنحط رشه ملح وبنضيف الخل الخل الابيض مع عصير ليمون وبدنا نجيب معلقتين لبن. بس انتبهي لي الله يخليكي على البطاطا لا تشقر. احلى منظرها عن جد. اخطبوط. اخطبوط. يعني هاي من السلطات اللي كثير بحبها انا لانه فيها صلصه البافلو وفيها هاي البطاطا. كثير بحب اضيفها من البطاطا المقلشه. هلا بس بنحركهم مع بعض. يعني دايما مميزه انت غاده بافكارك والريسبيز تبعونك ابداعات مش عاديه. هيك الصوص صارت جاهزه وبدنا نحط هلا السلطه نخلطهم مع بعض. اوكي. هلا بدنا نجهز السلطه. رح نحط اول شيء الخس. ما احلى الخس وهو عامل حاله امريه. وبدنا نحط الجزر بعلقوا علينا احنا الستات اللي بنشتري احيانا الجزر مبروش وجاهز كوسه مقوره بقولوا هدول يعني شو هم يعني عادي الواحد يعني يريح حاله عادي هذا الشيء افيلبل بس واي نوت بالضبط.
خلينا ندلل. أصلاً هم ليش اخترعوا لوم أنه الست عن جد بتعاني بالضبط وعملوا هذا الشيء ليريحوها خصوصاً أنه يعني إحنا هلا كل بالضبط فلازم يلاقوا إشي جاهز يريحهم. هيك أنا رح أساويها خطوط خطوط. شو حلو ذكرتيني بحراء أصبع. وهيك كمان شو أحلى الألوان. كتير حبيت زي لون عبايتك. فلاوري. هلأ نحط شوي برضو من الفليفلة. بدنا نحط بالآخر إشي غريب إذا بتشوف شايفينه. اللوز. يعني متعودة بالسلطة الجوز يكون موجود بالسلطة بس اللوز ومقلي. مقلي. هاي خلاص. من جماعة الدايت. يعني صراحة لا تقاوم هاي برمضان على السفرة. أنا صراحة من الناس اللي كتير بحب أكل برمضان السلطات والمقبلات أكثر من الوجبة الرئيسية. الكل والله الكل صار الكل يرغب عن جد هاي الأشياء. الأكلات السريعة والخفيفة اللي ما تضايق. يا دوب تلحق الشوربة والسلطة والمقبلات ولقيتي شبعانة. بالضبط. مهرجان ألوان. يم يم يم. هبدأ بالبطاطا. أجيب لك الدجاج. هاي حلوة كمان للجمعات. بس بحس بكبس بتكون كاسات اللي بتكون شفافة فبتبين. أنا كثير إنه بحب الجمعات بحب هاي القصص. أنا بحب بستمتع فيها. عشان هيك مش عامل هلا جمعات. دايما بيقولوا لي أنت بتحب الشقة؟ بقول لهم بحب الشقة بس بحب اني ابسط الناس اللي بيجوني بحب اشوفهم مبسوطين وهم بياكلوا. بالضبط. اذكى شيء بالسلطة وانت عم تاكل كل المكونات مع بعض وكيف البطاطا بتقرمش قرمشة يعني عالم ثاني ولا الصوص. مشهي. هذول الوينز مع البفلو صوص. بيقرمش قرمشة من جوا بيكون صوت طري كثير زاكي كثير مش شوي. هلا بتدوق ايه؟ هلا بندوق. عملناه قبل هالمرة أنا وغادة كان طيب. لا كثير طعمه زاكي. أولادك بحبوا الطبايخ وبحبوا الأشياء السريعة. لا بحبوا الأشياء السريعة طبعاً. هيك بنخلي يتغلف قطع الوينز مضبوط بصلصة البوفالو وبنحطها. كثير حلو كثير حبيت هذا البرنامج خاصة انه بالطبخ ومع ماي فيفورت شيف غادة والرائعة ريم كثير اليوم انبسطت.